ناس كتار بيعانوا من التحرشات الجنسية والأحلام بتاعت الزنا الغريبة ديك اللي فيها محارب مرات وفيها كحيوانات وفيها حاجات مثلية والكلام الفارغ ده كله حق الشياطين. الأحلام دي إنسان إذا كان فعلا مصاب بمرض روحي وثبت أثناء الرقية إنه مصاب يعني ممكن ناخدها في محمل الجد. أما إذا كان أصلا إنسان ما مصاب وجوه الأحلام دي، دي معناها ضعف في تحصينه، معناها تخويف من الشياطين ما يشتغل بها، يحاول يتفع عن شماله ثلاثة تفات ويقرأ أذكار النوم ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من شر ما رأى ولا يحكيها لزوجته أصلا. أما إذا كان أصلا في مرض روحي والأحلام دي بيجيك، معناها احتمال كبير تكون العورات فيها مشكلة واحتمال يكون في مس عاشق. من أفضل الحاجات اللي بتطير المس العاشق اللي هو يعني آيات الزنا المذكورة في سورة النور وسورة يوسف عليه السلام والآيات اللي فيها والآيات اللي وعدت بالعذاب بصورة عامة وآيات الحريق وآيات العذاب. كثير من الحالات اللي بيكون فيها مس عاشق يا جماعة بيكون فيها مس عاشق، بيكون فيها مس بتاع عين حقة إعجاب، عشان كده ركز على العيون ورقية العيون من الحياة اللي بتفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.